أنا ديم القلعاوي، بدي أعملكم هلأ وصفة سريعة كتير وطيبة وغريبة شوي، اللي هي ميني التاكو. هلأ إحنا التاكو متعودين عليه إنه يكون فيه له البسكوت الخاص فيه، بس إحنا عاملين حابين نعملكم إياها بخبز التارتيلو بطريقة كتير بسيطة سريعة. بنفس الوقت مكوناتها كتير سهلة، وكل ست بيت تقدر إنها تجيب المكونات عيتها بسيطة ومو غالية كتير. هلأ بالنسبة للمكونات راح يكون عندي هون نص كيلو لحمة فينيه، وعندي هون فليفلة حمرا خضرا صفرا ألوان طبعاً، أنا حاطة حبة بحبة كل واحدة منهم. طبعاً في عندي طبعاً الملح، السكر، بهارات التاكو، عندي هون الفطر زائد الصوص اللحمة، عندي الذرة، البصل، الثوم، وعندي هون بهارات لحمة، وعندي هون بهارات الثوم المبروش يعني البودرة، وزائد الفلفل الأسود طبعاً والزيت. وهذا هو خبز التارتيلو رح نشتغل عليه إحنا هلأ. هلأ بإذا يعني بإمكانهم يعملوه بأكثر من طريقة، بيقدروا بنفس الخبزة يلفوها، بيقدروا يعملوها أكواب، بيقدروا يعملوها يعني كمان بالشوي إنها تكون ناشفة، إحنا هنعملها بالشوي. طريقة بسيطة رح نبلش هلأ بشغلة، اللي إحنا رح نبلش بالزيت هلأ. أول شيء هنسوي فيه اللي هو إحنا رح نحط البصل، هلا احنا البصل راح نقلبه مع شغله راح تستغربوا انتم منها، اللي هي راح نحط له رشه السكر. بس خليني اقلبه شوي. هلا انا بدي البصل يعمل شويه كرمله بالنسبه للون والطعمه، فراح احط له رشه بسيطه من السكر. نحاول نقلبه ونكرمله شوي. بعد ما يتكرمل راح نحط اللحمة الفيليه. أنا بدي يعطي لون البني، شايفين مع السكر كيف صار يعطي لون بني، بتضل هالقرشة فيه ولونه كتير حلو ومرتب. أقلب اللحمة لحال، بس أنا حبيت إني أول شيء أكرمل البصلات وتأخذ اللون اللي أنا بدي إياه والقرشة كمان. تمام، هلا هيك تقريبا البصل زي ما أنا بدي كلون كقرشة كمان أنا بدي إياها، بتهمني أكثر لأنه ما بدنا دائما إنه الشغلة إنه إحنا ما نستفيد منها دائما تكون إنه بس طعمتها سوري إنه طرية، لا بالعكس القرش فيها كتير طيبة بالنسبة للخضار. رح نحط كمان شوية زيت، خليه إحنا شوية زيت. هلأ هون إحنا إيش رح نضيف؟ رح نضيف دغري اللي هي اللحمة الفيليه. طبعا أنا هون مستعملة تقريبا نص كيلو من اللحمة. بسم الله. حاول نقلبهم شوي. طبعا لما تكون لحمه فيليه ما بتاخذ معك 10 دقائق 5 دقائق بالتقليب. طبعا احنا بهذا الوقت بدنا نقلبها شوي لبين ما ايش تستوي اللحمه شوي. هلا احنا بنحاول انها تستوي اللحمه، بدها شويه وقت تقريبا 5 دقائق اقل، حتى 3 دقائق 4 دقائق لتستوي، بس تحملونا شوي لتستوي اللحمه. ورجعنا لكم اعزائي. هلا رح نحط اللي هي الثوم، ورح نحط كمان اللي هو الفطر، الفطر كتير طيب وكتير روعه بالاكلات المكسيكيه والعاديه كتير زاكي. طبعا رح نحط اللي هو الفليفله الملونه،
هلا هون رح نرجع البصل اللي قلبناه اول اشي. هلا الكرمله تبعته رح تعطي النكهه للحمه وللخضار. معلش انه الصحن صغير الله يسوري يعني بالنسبه للي احنا عاملينه، بس ما في اي مشكله نتحكم فيها. هاي لهون حنحط هلا الصوصات معاهم مشان كلهم ياخذوا النكهه مع بعض. هلا رح نحط صوص اللحمه حيعطيها نكهه كثير رائعه، ورح نحط الذره طبعا. عندنا هون الملح والفلفل، احنا ما حطينا ملح بالاول عشان اللحمه تعطي الاستواء السريع. هون توم بودره تمام، وهون عندنا بهارات اللحمه طبعا، بهارات التاكو لانها هي اساسيه، لانه التاكو معروف انه هو مكسيكي وبهاراته مكسيكيه، رح يعطي نكهه كثير طيبه. رح نقلبهم ونرجع لكم اعزائي. ورجعنا لكم اعزائي. هلا احنا هون قلبناهم للحمه والخضار مع البهارات تبعتها بالنسبه للتاكو، الثوم البودره، الملح، الفلفل الاسود. طبعا انا ما رح اقول لكم قديش الروائح، يعني روعه وعن جد بتجنن، طعمتها كثير طيبه ان شاء الله. هلا رح نفرجيكم، نطفي الغاز، هيك الامور كلها تمام ان شاء الله بالنسبه للحشوه. هلا بالنسبه هلا خبز التارتيلو، طبعا خبز كثير معروف. هلا احنا عندنا اكثر من طريقه، انا حاعطيكم طريقتين بالنسبه كيف تقدري تتحكمي فيه ست البيت، شو بتحبي تسوي. طبعا هلا بتجيب قطاعه، معلش انا ما لقيت القطاعه الحديد عندي، بس انه هاي القطاعه على هوا، بس انا بدي اعملكم اياها بطريقه الكب كيك. طبعا حتكون قاعده وصحن وكل امور، وشكله هون الغاز شغال حنقيمه افضل تمام. هلا حقطع انا بالنسبه لإلي، حاولي انك مثلا اذا عندك القالب التشيز كيك تمام، بس شوفي المحيط تبع القالب والقطاعه، موضوع كثير بسيط. رح نقطع بهذا الشكل، حتطلع معنا تمام دائره تمام. هلا بالنسبه للقالب راح نعطيه شوي رشه زيت. هلا بتقدروا الزيت العادي طبعا، انا بس بستسهل انا هذا تمام. هلا بنحط الخبز الترتيلو اللي قطعناه، طريقه انه ندخله عشان راح نحطه بالفرن. رح نعمل كمان وحده هلا هو بتحمي الفرن ست البيت طبعا بهي الطريقه بهذا الشكل. هلا احنا رح نحمي الفرن، لما بنحمي الفرن بنحطه يعني دقيقتين ثلاثه بس انه ياخذ شكل القالب تمام. خلينا نحطه هلا بس ثواني تحملونا، نحطه بالفرن ونفرجيكم كيف رح يطلع. وهلا بعد ما رجعنا لكم بالنسبه للفرن، هلا دخلنا اللي هي التارتيلو تمام، دخلناها بقلب الفرن صار زي الاكواب تمام تمام. هلا قبل ما احنا نبلش نحشي رح نعمل صوص سريع. رح نبلش بالصوص تبعت ال هلا في عندنا البندوره طبعا، صوص البندوره بدنا نبلش فيه اللي هي البندوره. هذه بتكون يعني أزواق، هذه رح تكون على كمنظر للخبز التارتيلو فوق اللحمة. هي رح نحط بندورة ورح نحط البصل الأخضر، ورح نحط كمان اللي هي الهوت صوص، ورح نحط شوية ليمون، راح نحط رشة الملح طبعا. راح نخلطهم مع بعض تمام.
هلا رح نعمل صوص، هو قريب من الداب بس هو مو داب. بنقول له ساور كريم اللي هو عبارة عن لبنة ساور كريم اللي هو عبارة عن لبنة تمام، زائد عنا اللي هي الكريمة. معلش الأغراض بعيدة بس ما في أي مشكلة. هون الكريمة تمام، وراح نحط له شوية رشة بودرة من التوم ورشة ملح، هذه اللي هي الساور كريم. رح نخلطهم مع بعض. هلا هدول رح يكونوا للتزيين اللي هي ميني التورتيلا. هلا رح نجيب خبز التورتيلا اللي احنا شويناه، رح نضيف له اللي هو اللحم اللي عملناها والخضار بهي الطريقة. حاول ندخل الوان الخضرة والذرة، وراح كتير كطعمة بصراحة كتير مرتبة ومفيدة كمان للأطفال. راح نضيف لها اللي هي البندورة اللي عملناها هلا مع البصل الأخضر، زائد الساور كريم. طبعا بتحبوا تضيفوا كمان، ما في أي مشكلة بالنسبة لجبنة. وإذا بتحبوا الذرة كمان نفس الشيء. هلا هاي طريقة، أنا حابة أعملكم كمان طريقة تانية إن شاء الله إنها تعجبكم. رح نيجي نعملها خبز التورتيلا الكبير، زي ساندويش. وبتقدر كمان ست البيت كمان تقدر إنه مثلا حابة تعملها، إجاني ناس وأجهزها كلها كاملة، وبتقدر على السب إنها تسخنها إذا كان في بقلبها جبنة. طبعاً تعطي طعم كتير روعة مع الجبنة، طبعاً تكون جبنة سايحة والأمور كلها تمام. بنحط لها كمان البندورة اللي عملناها هلا. طبعاً إذا بدها تعملها ست البيت وتحضرها، طبعاً بالنسبة للصوصات ما بتنحط، نحط بصحون صغيرة جنب التضيف. ساور كريم نحطها بهالمنظر، ومنجيب ملقط صغير بتصير هيك ساندويشه من هون وهون. خلوني اعبي لكم بس الاكواب واحط لكم كيف منظر الضيافه رح تكون. احنا تقريبا هيك جهزناهم، وهلا ان شاء الله رح نفرجيكم كيف رح يكون الطبق بعد التزيين والتظبيط وانتظرونا بالثواني نظبط لكم الصحن، نفرجيكم كيف بعد التظبيط كله كامل وننهي الصحن. رجعنا لكم اعزائي، هلا هذا الشكل النهائي بالنسبه للميني تاكو تمام. عملناها بطريقة اللي هي حطيناها بقوالب تشيز كيك، رشينا بس على القالب اللي هو الزيت، حطيناها 5 دقائق وأخذت الشكل وطلعناها من القالب وحشيناها. حطينا لها بالنسبة للحمة والخضار اللي عملناها، وبالنسبة للسويت تبعها الصوص اللي هي البندورة، وكمان عملنا اللي هي باللبنة مع الكريمة، وحطينا على الوجه شوية جبنة. وعملناها بطريقة تانية اللي هي خبز التاكو تمام، وحطينا الحشوات كلها فيها تمام. وبنفس الوقت تقدر ست البيت انها تحطها زي ما حكينا، بس ما تحط لها سوار كريم نهائيا طبعا. اذا بدها تحط على السب ما ينحط لها سوار كريم، لانه سوار كريم هذه فيها اللبن واللبنه وهي الشغلات، هذا صعب انها تنحط على السب. بتقدر انها بعد ما تشويها على السب انها تحط لها عليها على الوجه برضه بيصير. صحه وعافيه ان شاء الله، تكون عجبتكم الوصفه وتكون خفيفه وطيبه، وجربوها وادعوا لي ان شاء الله. فرصه سعيده.